جيت هنا بطلع بطاقة شخصية، بطاقة الأحوال، معايا جواز إلكتروني، فطلبوا مني إنه لازم يكون معك برضو بطاقة شخصية، فبكمل البيانات وطلع. زمان ما كانت تطلع إلا من نفس القرية اللي أنت فيها أو نفس المدينة، بس الحين عادي تطلع من أي مدينة لأنه إلكتروني. وهذا قصر الرئاسة، زمان كان أيام المملكة قبل 100 سنة كان قصر الحكم، ودحين رمموه ما أدري عاد إيش فيه، ودحين ما أدري اسمه قصر دار الأمان. 100 سنة له ده، والله مرمطونة والله، لا يطلعوا بطاقة ولا أي شيء، يقول لك تروح مدينتك وتجيب ما أدري مين وتجيب ضمان، فما هي سهلة الشغلة. والله خرجنا من عنده ما في فائدة. الكلام اللي أنا قلته قبل شوي إنهم يطلعوا لك بطاقة من أي مدينة إلكتروني مدري، والله طلع غلط، والله ردونا قالوا يا أبوي تجيبوا ضمان وتجيبوا مدري، ما شغلة ملخبطة. الكلام اللي قبل كده خلاص مو صحيح. هنا حكموا الملوك، وآخر رئيس حكم قبل الحرب الروسية، يعني لين 1979 كان آخر واحد حكم هنا، وقتلوه في القصر ده، الروس قتلوه. هذه المنطقة كلها زحمة كأنك في جدة، باب شريف، شوف زحمة. يودوا مدري مدن ويودوا مناطق بعيدة، شوف باصات طالعين كوبري، عندنا كوبري أو زي باب شريف كده، كأنك باب شريف. هذه علامة الدولة الجديدة. هذه المنطقة اسمها وزير أكبر خان، يقولوا من المناطق المعروفة والكويسة يعني في كابل. في هناك سوق برضو، وجينا هنا تقريبا نقول غدا نتغدى، دحين عندنا الساعة 12، وهذا مطعم بنتغدى فيه إن شاء الله. يا ابوي في كل شيء يا ابوي، والله ما امور طيبه، كل شيء فيه الحمد لله. جينا نتغدى هنا الحمد لله، تغدينا او ماشيين. هذا دوار ما ادري ايش اسمه، هذه محطه بنزين، وعلى هرجه محطه البنزين اللتر ب 4 ريال سعودي، بنزين مره غالي، واغلب السيارات صغيره هنا، اغلبها صغيره لانه البنزين غالي 4 ريال. هنا طلعنا فوق قلعة ولا فوق حديقة، فوق في الجبل، نجيب لكم كابل من فوق، جزء من كابل لأنها كبيرة، فيها مدري كم مليون، 6 مليون، 5 مليون مدري، بس شوفوا كده خذوا نظرة، الخضار يغلب البيوت، شيء حلو ما شاء الله. وهذا التصوير من الجهة الثانية من الجبل، غير اللي صورته قبل شوي، هذه من الجهة الثانية، كبيرة مرة كابل، 6 مليون. هذه يمكن ورا الجبال اللي هناك برضو في سكن، في عماير، بس حلوة والله، جميلة ترى، وعقاراتها مرة غالية والله، أقل شيء تلاقي يمكن $100,000 في مكان كويس يعني. أما غير كده أنا ما أدري، يمكن في أقل منها ما أدري، بس مكان كويس أقل شيء يبالك $100,000 يعني، غالية 380,000 سعودي. وهذه الحديقة اللي فوق الجبل اللي أنا فيها دحين وصورت كابل داير ما يدور، هذه الحديقة اسمها حديقة وزير أكبر خان، حديقة مرة حلوة ما شاء الله. شوفوا صوت العصافير والطيور ما شاء الله، حديقة مرة حلوة. وهذا علم الحكومة اللي حطوه دحين لما جوه، حطوا علم جديد لهم، بس الحديقة مرة حلوة ما شاء الله، تشوف كابل كلها تقريبا من الحديقة دي. وهذه القاعة دي ولا المسرح تابع للحديقة، شوف هذا علمهم. عندكم هنا برضو كابل من جهة ثانية، يعني تقريبا فوق الجبل ده يبان كل كابل أو أغلبه، إذا مو كله أغلبه، ممكن في مناطق ورا الجبال أنا ما أعرفها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لازلت موجود في الحديقة وزير أكبر خان، شوف كابل من فوق،
مسبح، بس ما في مويه لأنه الجو يميل للبرودة. مسبح كبير شكله ده. إي والله مسبح كبير. حديقة مرتبة، هذه حديقة حكومية. إن شاء الله، بس العاصمة جدا كبيرة ومرة عجبتني، والخضار يغلب العمران. مرة حلوة. وحدايق في كل مكان. أنا لو أعرف مين يسوي شاي أخضر هنا مشكل مع الدخان كلام. أنا والله ما ليا في الجرس يعني الصراحة. وسلامة الطيبين. أول مرة أجي كابل 2006 مع أبوي الله يرحمه، والحين ثاني مرة أجيها. وأغلب الناس أسألهم يقولوا أفضل مدينتين كابل وهيرات، بعدين تجيك قندهار وتجيك مزار شريف، بعدين المدن الثانية صغيرة عاد بالترتيب ما أدري. وبسلامتهم كلهم ترى، والنعم بيهم كلهم، وكل أفغانستان ما شاء الله، أهل أفغانستان كلهم حلوين أصلاً ما شاء الله. الصلاة على النبي. دائما احنا نتكلم يعني بين الاصحاب، واللي يقول لك روح تركيا، واللي يقول لك روح دوله ثانيه ودوله ما ادري ايه. انا قلت خليني اروح بلدي اشوف. طبعا ثاني يوم يعني اعتبر الكلام ده مستعجل انا، بس انا اشوف تقريبا الكلام ده مطابق لكلامي من اول. قلت لهم اروح بلدي وبس، ترى برا كله ضرائب ولخبطه، اللي معاه فلوس يقدر يشتري بيت يشتري هنا يا ابوي ويسترزق. الناس دي كلها بيوتها شوف مبالغ رامينا هنا رموها لله، إلا إنهم يسترزقوا في شغل ترى. والله بسألهم في شغل يعني. أول شيء الله يخلينا في أماكننا، بعدين تاني شيء إذا ما قدرنا، أنا أشوف أفغانستان جدا كويسة. موضوع ما أدري إنك ما تقدر وما أدري إيه، هذا كلام فاضي. تقدر ترى، شهرين يا أبويا وتقدر. أهم شيء مكان تسترزق فيه وأمورك طيبة خلاص. الشيء الوحيد اللي مو كويس اللي اكتشفته في أفغانستان، اللي يشتغل براتب الله يعينه ترى، يعني تقريبا يأخذ ما بين من 5 ريال سعودي إلى يمكن 20 ريال. والله ما يعني بيشتكوا، الناس بتشتكي البنزين غالي 4 ريال اللتر. اللي يشتغلوا في التكاسي ما بيشتغلوا زي الناس، ما بيلوموا فلوس. أما التجار اللي هنا عندهم يعني شغلة، عنده بقالة عنده مدري شغالين، والله شغالين ما عنده وقت أصلا. والله أعرف كذا واحد شغال، واللي شغال في العقار، واللي شغال في المقاولات، وشغلات كثيرة كلهم شغالين بيشتغلوا شغلات أحسن مما نشتغلها إحنا خارج البلد يعني. بيروحوا بيتمشوا ما شاء الله، يروحوا يعتمروا، ويروحوا دبي، بيروحوا أماكن كثيرة أمورهم ماشية. اللهم إنه يبغاله وقت عشان تتعود على الناس وعلى البيئة وعلى اللغة. أمور طيبة، بلد حلوة وخضرة وجمال وكله. والله مضطر اني اصور الطبيعة دي ما شاء الله. قالوا الماء والخضرة والوادي الحسن كله موجود هنا، وهذه هدية ها.